هذه السنة، وإن شاء الله بدعم من السلطات المحلية وكل الجهات المعنية بالبيئة، باش نجعلوا من هذا اليوم ديال الأحد 26 جانفي هو يوم المحافظة على البيئة ومحاربة تلوث الهواء. إذن هيكون إن شاء الله يوم بدون سيارة، عايزين نطرحوا على السكان ديال مدينة مراكش وذاك النهار ما يستعملوا السيارة ديالهم على الأقل لمدة واحد 5 ساعات أو 6 ساعات، يعني مدة مرور المرافق. ثم بالنسبة للدورة 25 بالإضافة إلى هذا الجانب البيئي، فهي دورة متميزة جدا لأنها جاءت من بعد ما حققنا نتائج يعني هائلة في الدورة 24، حيث أن الدورة 24 جعلت مراكش ديال مدينة مراكش يرتب بالنسبة للثلاث شهور الأولى يعني في المرتبة الثانية بعد دبي، وفي الثلاث شهور اللي جات من بعد رتبنا في الرتبة السادسة على الصعيد العالمي، وفي شهر أكتوبر إلى آخر شهر أكتوبر رتبنا العاشرة على الصعيد العالمي، والآن نرتب في الرتبة 11 على الصعيد العالمي، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للماراثون. أما بالنسبة لنصف الماراثون النساء فرتبنا إلى شهر أكتوبر في الدرجة الثامنة، إن هذا كيجعل أن الدورة 25 هي دورة غادي تكون جات بعد واحد الدورة متميزة، وغادي تخذ بعين الاعتبار فيها كل الجوانب التنظيمية وكل الجوانب ديال الترفيهية والجوانب ديال النتائج، غادي تكون إن شاء الله مهمة على الصعيد الدولي.